مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من ضواحي مدينة الدار البيضاء، بالضبط من 17. حنا مع هذا الشاب اللي تحرق بسبب البوطة الصغيرة، كان كيطيب حسوة باش يتعشى. للأسف بما أنه مسكين مصاب بمرض ديال الصرع، طاح وطاحت فوق منه البوطة وتشوى كامل بالعافية. داو العائلة ديالو المستشفى موريزكو، داروا لي 7 ديال العمليات، حيدوا لي اللحم من الفخاد ديالو لأن صعيب اننا نوريكم الحاله ديالو، فقط حاولنا ان نغطيوه بداك اللي زار رغم ان كيلصق لي على اللحم ديالو. 7 العمليات ما نجحوش، وللاسف كيف ما كنعرفوا المستشفيات العموميه او البعض منها دائما المواطن المغربي عنده ما كيسوى حتى حاجه، فلاحوه لولا انه لقى العائله ديالو اللي هازين ومساكن وكيعانيو معاه يوم على يوم كون هاد السيد مات. الحاله ديالو دابا خطيره جدا، وهو يعني محروق من الدرجه الثالثه، وخصو ضروري انه يكون نعس في المستشفى كيتعالج بحاله بحال جميع المواطنين المغاربه. للاسف هو مليوح فوق الناموسيه. العائله مره يشريو الطومادات، مره يشريو الدواء، لكن الحمل ثقال عليهم وما عارفين شنو غيديروا لهذا الشاب مسكين اللي كيشوفوا ان حياته ضاعت. الخاله ديالو اليوم هي اللي غتقربنا من الحاله ديالو وغتعاود لينا المعاناه ديالو. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. اختي الدري عنده مرض الصرع وكاري بيت وتيبيعو شري في الكسوبة، واللي قسم لها تيبيعو شري فيها، ومسكينة عندو مرض الصرع وطاح مشى عند بوطا سيطيب في السيوة باغي يتعشى بيها، طاح شعلت فيه العافية، الناس يشوفو في الدخان، دخلو فرقعو الباب دخلو عندو، لقاو كلو مكدي، عيطو على ختو عيطو عليا أنا، ديناه لميريزكو، قطعو ليه كاع الجناب ديالو قطعوهم ليه، داو ليه 7 العمليات. وما ما كاين لا، قالوا لامو غتباتي معاه، امو صايره ما تتشوفش، قال لها تباتي معاه ولا غتهز يديه يلا يومين، ودرت باش غتبات معاه، مسكينه هي تتقلب وتدير، داروا لي خطا طبي قصوه بالماكينه رجليه، دابا عنده 3 خرقات في رجليه ما تقديش تشوفي فيهم، ورجلو قطعت الريحه، وواحد الحاله ساكنين غير مع خوهم ومرت خوهم الله يجازيها بخير، أمه مريضة مكاينش لي الزوق مكاينش لي زعما هو قدامكم تيشوف الله راه تيشوف، باش حنا مغاربة مني هزو لاحو قالوا لمو هاد الدري زديه ما عندنا ما غنديرو ليه، وهزوه وعاونوا الناس وعاونوا كلشي خوتو، ولكن الغالب الله دوكم تصابو باش يشريو لي حتى حاجة، وهو مسكين تيتقطع وتيتوفى قدامنا والغالب الله. واليوم حنا تا تناشدو الناس المحسنين قلوب الرحيمة، يشوف هاد السيد يشوف هاد السيد راه مبقى مسكين والو، تيتشوط قدامنا وتيتعذب قدامنا تيتوفى عرق بعرق، باش حنا مسلمين من لاحو من السبيطار للسبيطار ديال الدولة ولاحو، اش غدير لي هاد الأم؟ اش غنديرو لي حنا نيت؟ اش غنديرو لي باش غنداويوه؟ يلا باش غنداويو هاد السيد؟ الغالب الله الغالب الله وعاش الملك. هادشي تما دابا هو محتاج المهم انه يدخل المستشفى ويتعالج، والو ما داروا معاكم حتى حاجه. ما قراناش شي، ما تنعسوش ما تنعسوش، هو تيتشوح حنا تنتشوحوا حداه، واني الغالب الله ما كايناش لقينا باش نشريو ليه تبو مال، كلشي ساهمنا واني تقارنا هذا ال انه دوك الورق اللي في رجليه اليوم ما تنخشي فيهم البوماده نديرو لي ماذا ما بغاش يتجمعوا، وعطات الريحه رجلو دابا حنا تنباتو فايقين معاه كاع الليل، يعني تفخادو مساكن طابو بالعمليه، تفخادو طابو حتى يحيدو منو من اللحم وتيلبقو ليه في ظهرو، كلشي قطعوهم ليه العمليه ديال ظهرو ما نجحوش ليه، قالك حقا ما نجحوش ليه، واني ما كاينش المراقبه وما كاينش اللي تيجي يداويه ولا صافي تلاح في ميريزكو، بقى مع شي 20 يوم وهو في ميريزكو ما كاينش اللي تيجي تيطل عليه، صافي حدا ما يجي يقولك خاصو يمشي يقطع اللحم ديالو ولا يلصقو لينا، تيجي تيلوحو هادشي اللي كاين. كتعانيو معاه دابا؟ تنعانيو معاه، متنعسوش الليل كامل والله يخسي، متنعسو رجلو متنقدوش نحلوها ليه، تنحلوها ليه كشي تيمشي هوك كشي تيمشي هوك، تيجي خوه مسكين هو اللي تيحل ويداوي ليه، واني ما كاين حتى حاجة تنداويو ليه داكشي اللي الغالب الله. لا إله إلا محمد رسول الله. شنو رسالتك اليوم للناس المسؤولين ديال وزارة الصحة والمستشفيات العمومية؟ اللي في قلب الرحمة، باش حنا مسلمين واللي في قلب الرحمة
يشوفنا هاد الشاب، يشوفنا هاد السيد اللي عنده 44 عام، انتي حالتو كي ولات ما لا ماكله لا شراب لا والو، يشوفنا وزازيهم الله ويخلصهم الله، يخلصهم الله. هادشي تنقول الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. هذا باش يروحو ميمكنش، ياك سبيطار ديال الدولة وديال المخزن، ياك المرضى خصها تمشيو نتعالجو، وهاد راه تلاح على حول، ميمكنش حنا غنهزو نجيبو بحال هكا، وما هزو لا حول، ياك ديما عندنا نديرو ليه، أمو مسكينة حتى الضاساس ما كاينش هكا دير كل ما خوف، أمو دابا باركين عاد خوف، البيض ديالو كلو تحرق، حويجاتو تحرق وكلشي تحرق، هادشي اللي كاين. لا اله الا محمد رسول الله. اذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا رحيم الله يرحم ربي ويحط في القلوب هادشي تنقولوا. الاسم ديالو مصطفى، مصطفى. رقم التليفون ديال العائله مصطفى هو 06 59 835 04 05 زائد 06 30 59 13 79. نعاود الارقام 06 59 58 34 05 و 06 30 59 13 79. هادو هما الارقام حطيتهم لكم في التعليق، نتمنى انكم تواصلوا مع هذا الشاب وتساعدوا، لانه مسكين حالته يرثى لها، لان الجسم ديالو كله محروق، الفخاد ديالو كله متشوطوا بالعمليات، لان كيحيدوا ليه اللحم، 7 ديال العمليات ما نجحوش، الرجل ديالو كله خمجات وواحد الريحه، مسكين ربي اللي عالم به والعائله ديالو مكرفص، محتاج الادويه، محتاج العلاج، محتاج حتى هو يدخل المستشفى. كنتمنوا ربي يسخر ليه قلوب رحيمه اللي يوقفوا معاه ويديروا بحال الاخ ديالهم يعاونوا. كنتمنى من وزارة الصحة والناس المسؤولين على المستشفيات العمومية أنهم يشوفوا في المواطنين اللي ما في حالهم، يشوفوا في المواطنين اللي كيتعذبوا يوم على يوم. الله عز وجل كيرحم، فمحنا لا شيء أمام الله أننا ما نرحموش خوتنا المسلمين. الخالة ديالو حاولت أنها تشرح الحالة ديال مصطفى اللي مسكين، صعيب أننا نحيدوا ليزار ونوريكم الحالة ديالو لأنها صعيبة بزاف، فقط اللي بغى يتيقن ويجي عنده صل الدار ويشوف الحالة ديالو ويعاونه. ارقام التليفون ديالو هو 06 59 58 34 05 زائد 06 30 59 13 79. شكرا لكم مشاهدينا، نتوما على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.